واجد دفاعي أكتر من الهجوم. أدي الكرة الأمامية وأدي الرأسية، جول جول سعد، سعد الخرصة الباك الشمال طويل القامة طلع وأخذ كرة أيوب سكومة. لسه بقول الكثافة العددية دفاعية أكتر، لكن بيخطف بيخطف سعد الخرصة الكرة على شمال مهدي خليلة، هدف أول في هذا اللقاء. الفاول والخطورة من محمد فوزير، أخذ الفاول لكن الأسيست هايل من اللاعب أيوب سكومة على شمال الحارس مهدي خليل، ما يقدرش يطلعها، طلع قبل الدفاع حطها في مكان قاتل.